أن هذا الإنسان اللي هو أندريا زولاي هو ينحدر من عائلة مغربية من مدينة الصوارى، هاجرت سنة 1948 للكيان الصهيوني، هاجروا في هذاك الوقت. هو مشى صغير قرا في المدارس ديال الكيان الصهيوني وتربى عندهم إلى أن أصبح مسؤولا ماليا في البنك، من بعد تعين مديرا على بنك فرنسا. لكن في سنة 1979 انخرط في الموساد، ولا واحد من ديال الموساد في فرنسا، بقى في الموساد خدام عميل ديال الموساد في فرنسا حتى 1982، حين عينه الحسن الثاني، بل أمر الحسن الثاني أمر الكيان الصهيوني باش يعينه كمستشار عنده. علاش؟ باش ينزج واحد المهمة يقوم بها. شنو هي المهمة الأولى؟ وهو أنه هو من 1982 منين ولا المستشار الحسن الثاني، تكلف بواحد الملف وهو باش يجمع ما بين واحد المجموعة، وبسياسة يعطاه الحسن الثاني باش الحسن الثاني يقنعش من العرب بهاد الخطط ديال إسرائيل كلها باش يندمجوا معاهم العرب. بالتالي غادي يكون هو المشرف الأول على اللقاء ديال الحسن الثاني وشمعون باريس سنة 1986 في الرباط. عندي الصورة تاعو. يعني هذا رجل مخابرات ديال الموساد، وهذاك الشيء علاش كرموه في داروا له التكريم في إسرائيل. أزولاي هذا مش معنى مليح يا خالتي. شوف والله العظيم، يعني مؤخرا بعد امتلاكات اليهود اللي راحوا يعني في الستينات وفي الخمسينات، اليوم راهم يرجعوا في الأملاك نتاعهم تدريجي، يعني مش راح نقول كيدخلوا بقوة ولكن تدريجي، عندهم وثائق رسمية يدخلوا بجوازات سفر، جوازات سفر مغربية، إنهم مغربي وإنهم عندهم الحق ازدواج جنسية كإنهم مغاربة. وزادوا داروا قانون في الدستور بتاعهم، داروا أزولاي مهوش هما، داروا أزولاي المغاربة، يعني اليهود المغاربة عندهم حق، اللي راحوا حتى في الخمسينات حتى اللي زادوا في إسرائيل عندهم حق الجواز سفر المغرب. ولهذا المملكة المغربية للأسف الشعب، للأسف عند الشعب المطحون، الشعب بريء، ولكن هذا المخزن هذا والصهاينة رغم كما يقول واحد المثال يجوع كي تقعد، وحاش الشعب زي ما احنا نقولوا حاش الشعب، هذا كي يجوع كي تقعد، ما حاكمين كل ما هو مناطق حساسة في المملكة المغربية. المغربي البسيط الحقيقي ما عندوش منصب قدامي، ولو كان يكون محاكم يعني لو كان ما يكونش ما يعيش ما يقولش عاش الملك، ما عندوش منصب. وحنا نشوف سواء دكاترة، كتاب، أكاديميين، باحثين، كلهم يعيشوا غير كلامهم عاش الملك عاش الملك. والدليل على ذلك القطرة هذه على الزلزال اللي راحوا ماتوا فيها الناس بوسطاء، ربي يرحمهم، إن شاء الله ربي يخليهم أهل الجنة. يعني الإنسان المسلمين إنسان أبرياء. إحنا نشوفوا في مواقع التواصل الاجتماعي كيفاش الشرطة هزوا راحوا للدار ضربها الزلزال، دخلوا هزوا الصورة بتاع الملك وكيوصلها للسيارة أركع له. يعني هذه الكارثة لا يرثى لها. وهذا في المواطن المسكين اللي تحت عليه الدار يعلم به الله رب سبحانه. وهذا الشيء راح نقوله خاوتي، وتحياتي لكم والسلام عليكم.